هو ايه حقيقة القبض على ابراهيم مالك التيك توكر المثير للجدل اللي قلب السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت؟ صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. ناس كتير بعتت لي كومنتات بتسألني عن حقيقة القبض على ابراهيم مالك بعد ما اكد محامي شهير تقديمه عدد من البلاغات للنائب العام ضده بتهمة الاساءة لمصر وكمان نشر الفسق والفجور. بحثت في صفحات وزارة الداخلية المصرية والنيابة العامة المصرية باعتبارهم هم الجهات اللي من حقهم يعلنوا القبض على أي شخص، ولم أجد حتى الآن أي بيان رسمي منهم بالقبض على إبراهيم مالك. ولكن تم تداول مقطع فيديو لشخص يشبه إبراهيم مالك وهو مقبوض عليه. ولكن زي ما قلت لكم مفيش أي بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية أو النيابة العامة المصرية بشأن القبض على إبراهيم مالك باعتباره تيك توكر ومعروف، والقبض عليه سيكون هناك خبر صحفي رسمي بالقبض عليه. المعلومة المؤكدة انه من البحيرة ومقيم هناك ومش من اليونان، وحد جاره كلمني وقال لي معلومات عنه هقولها في الوقت المناسب.